فنانتنا الجميله هند عاكف، فبنرحب بيكي على بوابه الهلال. اهلا بيك، اهلا سهلا. النهارده يوم مهم في تاريخ دار الهلال، 125 سنه على انشائها، اتكلمين عنه. انا سعيده جدا النهارده ان انا بحضر، يعني يعتبر عيد ميلاد دار الهلال ال 125، فانا سعيده جدا ان انا اكون موجوده. وعايزه اقول ان دار الهلال كانت طبعا تبنت كل الاجيال الفنيه وكل الاجيال الثقافيه. انا عن نفسي بعتبر نفسي يمكن دي بيت الاسره، دار الهلال اللي بنتني في معرفتي الناس بيا، في الكتابات عني، في بداية حياتي الفنية. فأنا سعيدة جدا أن أنا أكون يعني أحد تلاميذها، وأكون النهاردة بحتفل بالعيد ميلاد 125، وكمان أكون يعني من ضمن الحضور على المنصة بكلمة عن المرأة ودور المرأة ودور الفن والشباب وتأثير الفن على المجتمع المصري. من وجهة نظر حضرتك، إيه دور المؤسسات القومية الصحفية في الفترة الراهنة اللي بتمر بيها مصر؟ المؤسسات لازم تعمل يعني زي ما قلنا الندوات والمؤتمرات دي بتعمل زي تواصل مجتمع ما بين الناس وبعض. المفروض كل المؤسسات فعلا تعمل ده، وتعمل دورات تدريبية، وتعمل توعية للناس، وتعمل صالونات كمان أدبية وصالونات فنية. يعني الصالون الأدبي أو الفني بيشارك فيه جميع أطياف المجتمع، وممكن فعلا المتلقي والحضور يستفيد منه جدا، خصوصا في المرحلة الحالية، لأن احنا فعلا بنواجه يعني إرهاب أسود، بنواجه أصعب مرحلة في حياتنا. بس الحمد لله احنا ابتدينا نقف على رجلينا على فكرة، رغم كل اللي بيحصل لنا من العالم الخارجي، ولكن مصر طول عمرها تفضل رافعة رأسها بولادها، بجيشها، بالشرطة المصرية، بالمؤسسات القوية، بالصحافة، بالثقافة، بالفنون، بالجيش المصري القوي، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بينا احنا كلنا كمواطنين وشبابها، وبالمرأة المصرية بأولادها، مش بحد تاني خالص. هل ممكن نشوف قريبا عمل فني عربي يجمع كل الاخطار العربيه للتوعيه ضد الارهاب ولمخاطبه العالم الخارجي؟ بقول لك على حاجه، انا اتمنى ده طبعا. انا عن نفسي ما عنديش مانع ان انا اشارك في حاجه زي كده. وعلى فكره لو فعلا مؤسسات فعلا الدوله عملت ده وعملت ده، يعني حتى لو هنقول ممكن احنا كفنانين نشارك في الاعمال دي، انا عن نفسي ممكن اشارك مجانا لصالح بلدي، أشارك مجانا بدون مقابل خالص. وأعتقد أن في فنانين كتير لو تعرض عليها هذا الأمر فعلا ممكن تشارك أيضا بدون مقابل. زمان كنت أنا دايما أقول لازم يبقى في وحدة وطنية، وحدة عربية قوية لمواجهة يعني هقول المستعمرين. إحنا لازم العرب فعلا تكون قوة واحدة، قوة واحدة دي ننسى أي خلافات، أي حد عنده خلافات مع أي حد ما ينفعش، لأن زي بالمثل كده، مثل شعبي كده بقولك أنا وابن عمي على الغريب، أنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب. أنا أخويا فين دلوقتي؟ أنا أخويا لازم يجي يقف في ظهري، وابن عمي لازم، وابن خالي لازم، كلنا الأسرة العربية كلها فعلا لازم تتحد لمواجهة الإرهاب. في نهاية لقائي معاكي بشكرك جدا، ومزيد من النجاح والتوفيق الفترة اللي جاية. مرسي جدا، شكرا، وكل سنة وانت طيب، وكل سنة ودار الهلال وكل الكبار وكل العاملين بدار الهلال، من صحافة لثقافة، كل الأفراد وكل المواطنين طيبين. وعايزة أقول مصر طول عمرها هتفضل هي أم الدنيا. تحيا مصر.